السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه طبيعيه للتخلص من الشوائب الموجوده في الوجه والتجاعيد. بالنسبه لهذا الخلطه الطبيعيه فهي تعمل على تنشيط الدوره الدمويه في الوجه. بالنسبه للمكونات التي نحتاج في هذه الخلطه، نحتاج الى ابيض البيض او زلال البيض، زلال بيضه واحده، نحتاج الى ملعقه صغيره من عصير الحامض او ليمون. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه فيمكن لهم استغناو عليه. كنحتاجوا ايضا ملعقه صغيره من زيت الزيتون. بالنسبه لطريقه تحضير هذه الوصفه، غناخذوا ابيض البيض، غنضيفوا له زيت الزيتون، وغنضيفوا له ايضا عصير الحامض. كنقوموا بالمزج ديال هذه المكونات جيدا، ثم نضع هذا الخليط في البراد لمدة 5 دقائق كي يصبح متجانسا وثقيل نوعا ما. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نضع القناع على الوجه لمدة 15 دقيقة، ونقوم بغسل الوجه مجددا. عليك تكرار هذا القناع مرة واحدة أسبوعيا للحصول على نتيجة رائعة، وستلاحظين بعد مرور 4 أسابيع أن بشرتك أصبحت أكثر نضارة وشباب. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش الى عجبكم فيديو ديروا له جيم، تبارطاجيو لا فيديو، تشتركوا في القناه باش يوصلكم ديما جديد القناه. زوروا الموقع انشافمريم.com، ايضا موقع شيواتي. الى اللقاء، الى فيديو قادم، حلقه قادمه باذن الله.